وزارة التربية والتعليم تواكب كل التطورات وما يستجد من تطورات تربوية، وبالتالي أصبح سوق العمل يتطلب تخصصات جديدة. لذا ارتأت وزارة التربية والتعليم أن تدخل المسار التقني المهني لكي يستقبل الطلبة لغايات الوظيفة المستقبلية. هنا في هذا العام، خلال العام الدراسي الحالي، استحدثت وزارة التربية والتعليم 6 تخصصات تقنية التحق فيها عندنا احنا كتربية سلط. في عندنا 10 مراكز او 10 مدارس فيها التعليم المهني المسار التقني، مثلا مسار الهندسي، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، التخصص الزراعي، الضيافة وما شابه. هاي التخصصات تحاكي المهن المستقبلية، فبالتالي الطالب يتخرج من هذه التخصصات يمتلك المعرفة والكفاءة المعرفية والعملية. الصراحة اجت فكرة هذا معرض المسارات المهنية الجديد من قبل المرشدة التربوية ومن قبلي أنا كمديرة المدرسة بالتعاون مع مدرسة عايشة بكر الثانوية المسائية، وكانت الفكرة طبعا لتعريف الطلبة وأولياء الأمور بنظام المسارات المهنية التقنية الجديدة البتك، واللي هي تجربة جديدة تم إطلاقها من العام الماضي في مدارس المملكة الأردنية الهاشمي بتوجيهات من جلالة قائدنا المفدى الملك عبد الله الثاني طبعا، وذلك لتفعيل دور الشباب التقني والمشاريع في العمل والابتكار والإبداع طبعا. والطالب بدرس فيه على 3 مراحل، بالصف العاشر وبالصف الأول ثانوي وبالصف التوجيهي اللي هو 11 والثاني عشر. كان للمرشدين دور كبير جدا في التوجيه المهني للطلاب، وبناء على النظام الجديد اللي تم طرحه من السنة الماضية اللي هو البتك، قام قسم الإرشاد بإعطائنا دورات للإرشاد الوظيفي. طبعا بلشنا إحنا بالإرشاد وعملنا كتير من النشرات الإرشادية والمحاضرات التوعوية والبروشورات المطويات عشان الطلاب يلموا بهذا الموضوع بشكل كبير. بعدين لاحظت إنه الأشياء النظرية ما بتفيد، ففكرت في فكرة إنها تكون توصل للطلاب المعلومة بشكل واضح بشكل عملي. فكانت الفكرة إنه يعرض أصحاب الخبرة والمهن مهنهم بشكل عملي عن طريق مشاريع مصغرة يوضحوا فيها للطلاب طريقة عملهم وشغلهم وكيفية اندفاعهم في سوق العمل بشكل كبير نتيجة هاي المهن. طبعا انا معلمه فن ومهني، من خلال هذول المادتين بنحاول ان ننمي مهارات ومواهب البنات بحيث انه في المستقبل تتحول لمشاريع صغيره، وبنحاول ندربهم ونعطي سواء الانشطه الموجوده بالمنهاج او انشطه اثرائيه لتنميه هاي المواهب والوصول الى العمل الخاص والمشاريع الصغيره. الجامعه هي احدى مبادرات مؤسسه مولي العهد، تاسست في عام 2016، وكان الهدف منها هو رفض السوق الأردني بكفاءات علمية مميزة تحمل الخبرة اللازمة لمواكبة التطورات الحاصلة. وهذا الإشي احنا بنشوفه من خلال اللي هي أساليب التدريس المتبعة اللي هو نظام البيتك ونجاحه ومناهج بيرسون. طبعا هذا الإشي احنا بنأكد على نجاح تجربة جامعة الحسين التقنية، كوننا شفنا آخر 3 دفعات حققنا فيها نسبة توظيف بنسبة 100%، وهذا الإشي بدل على نجاح مناهج بيرسون واساليب تدريس البيتك. احنا دورنا بالنسبه لمعهد تدريب مهن السلط او عده معاهد، احنا شريكين مع التربيه والتعليم بنظام بيتك، طبعا من خلال تواجد برامج تدريب مهنيه او تقنيه والاستفاده من مواقعنا وخدماتنا التدريبيه، مثل اللي هو الحلاق التجميل لحلاق الذكور او الفنون والتصميم والتخصصات الفندقيه.